اهلا بكم معنا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من البرنامج بنعيشها معكم النهارده من قريه كيمان المطعنه باسنا محافظه الاقصر، فكونوا معنا. مؤمن امن بكم فؤادي واجعل فروقا واصلحكم مرادي، مهيمن ابني فؤادا فاني ورقي في مقام فرق ثاني، عزيز وعززنا شرب الراح واجعل دوام حبكم مفتاحي، جبار فاجبر فاسرع انا بالضياء الاصل، متكبر كبر عيون الروح كيما ترى مشهودها السبوح، يا خالقا فاخلق لنا الاشواق واجمع بين الاحباب والعشاق، يا بارئا ابرئ فؤاد الجاني وزحزيحا عنه دخان الراني، مصور فم في الدنو والصور وافتح لنا مانع عينا حاشا عن كل برق لامع، قهار قهرا للخصيم الجافي وخذه جبرا للشراب الصافي، وهابوا هبنا اعظم اللذات واكشف لنا عن ضوء شمس الذات، رزاق فارزقنا بطون الحالي حتى عامل الأقطاب والأبطال. أعزائي المشاهدين، بالتأكيد الترابط الاجتماعي سمة أساسية من سمات مجتمعاتنا في الصعيد، وإحنا النهاردة في إسنا في الكوم الشرقي المطاعنة. بالتأكيد بنشوف أهمية الليالي والمناسبات المختلفة، إنها بتعتبر بتعبر عن عادات وتقاليد وسمات مهمة جدا. شيخ شعبان الحداد، أهلا بحضرتك، كل عام وأنتم بخير. كل سنة حضرتك طيب. الله يخليك. يعني كلمنا على المناسبات عموما والاحتفالات هنا في المطاعنة، وطبعا معروفة بحب آل البيت وأيضا الترابط في هذه المناسبات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في قرية كيمان المطاعنة أو المطاعنة عموما بيحبوا آل البيت جدا، وبيحبوا الأولياء والصالحين وبيحتفلوا بهم في احتفالات كثيرة هنا. النهاردة الاحتفالية دي خاصة بالشيخ مصطفى الدوشي الأكبر، وهو كان من الأولياء، وكانت له كرامة كبيرة مع سيدي أحمد بن شرقاوي في نجع حمادي، كان في مسجد حيبنة، فالساحة اللي بجوار المسجد فيها حائط، الحائط ده فيه نخلة، فالنخلة دي رفض أصحابها أن يقطعوها، فجاء الشيخ مصطفى الدوشي أمسك بالفأس وقطعها، فجاء صاحبها قال له بص لو انت عايز 10 نخلات من المطعنة اجيب، عايز فيها اي فلوس مستعد. فسيد احمد بن شرقاوي رضي الله عنه وارضاه، سيد احمد بن شرقاوي الخلفي من نجع حمادي، والكلام ده لي اكثر من 170 سنة تقريبا، فدعا له. اذا هذه المناسبات تعتبر تجمع وارتباط اجتماعي مهم جدا في نعم كيمان، يعني اجتماع كبير جدا في كيمان المطاعنة تحديدا وفي المطاعنة عامة بصفة عامة. اجتماعات والناس بتحب الاولياء والصالحين، كذلك اكرام الضيف والطعام وغير ذلك من كذلك الليالي بتبقى ليالي، اما مجلس ذكر زي مجلس النهاردة مجلس سيد احمد بن شرقاوي الخلفي، المطاعنة بيحرصوا عليه في افراح وفي واجباتهم أحزانهم، كذلك أيضا يعني حفلات بتبقى أحيانا بالقرآن الكريم ومديح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، احتفالات قائمة قرآن كريم وعلم شريف ومديح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتحوا فافتح أعين القلوب واجعل شهود ذاتكم مطلوبي، عليم السير واجعل دعانا راقيا
صقله يا باسط الافراح مع الرضا والفيض منكم لا يا خافض اخفض هامات الاعداء واجعل سماء شمسكم احشاء فضيلة الشيخ مصطفى الدوشي، كل عام وانتم بخير، اهلا بحضرتك. عود علينا وعليك بخير وصحه وسلامه، ويبارك فيكم وفي اهل الاذاعه جميعا والشباب جميعا. نتمنى ايه الخير والبركه لكم. احنا هنا في كمان المطاعم كمان المطاعم كوم الشرقي بعزبه الحلالات او ببلد الحلال كوم الشرقي برضه. أهلا الحلالات. اهلا وسهلا. عايزين نتكلم على الاحتفال النهارده الليله دي، وازاي بتحتفلوا بيها؟ هنحتفلوا بالليله دي لان جدنا الشيخ مصطفى الدوشي ده رضي الله عنه كان ربنا اكرمه. وراح ايه بلد الشيخ ابو شرقاوي. كانوا في عائلتين متعاركين مع بعض. فالعائلتين متعاركين مع بعض طلبوا المطاعنة يصلحوهم. البداية. هو اصلا كان شيخ بلد. مش كان شيخ، كان شيخ بلد. يعني شيخ بلد يعني عاف الصلح وكل حاجة، فدعوهم للصلح. فراحوا نجح حمادي على اساس ان هم يصطلحوا يجيبوا العائلة دي ومع ناس الشيخ يصطلحوا. انتوا احتفلتوا قبل كده الليلة دي أول مرة؟ لا احنا احتفلنا بيها على طول يعني. يعني عايزين نتكلم على انتوا احتفالاتكم وازاي كنتوا بتحتفلوا، وهل اختلفت احتفالات عن زمان في الفترة الحالية؟ اختلفت. يعني زمان برضه كان برضه نجس برضه بسيط يعني بسيط. وكانوا علماء عندنا الله يرحمهم وسامحهم، كانوا علماء اسمهم علماء يعني، ما كانش يحتاجوا لأي أحد. وبرضه البركة قاعدة في المشايخ، يعني في مشايخ برضه. لكن ازاي بتجهزوا وبتعدوا للاحتفالات دي؟ نعم نجهزوها ازاي؟ نعملها مقدمة. ايوه احنا بنعملها مقدمة الاحتفالات دي. نعمل استعداد مثلا مقدم برضه، وندعو قرايبنا وناس حبايبنا وناس الصالحين وناس زيك وناس الطيبة كله ندعوها عشان ايه؟ قال النقم وتحوش النقم. طريقة الاحتفال يعني انتم بتحتفلوا هنا، بتحتفلوا ازاي بطريقة الاحتفال انتم؟ نحتفلوا بالنسبة للمطاعم ده كلها قريب بعض، كلها أسرة واحدة. المطاعم دي كل المطاعم أسرة واحدة. يعني دي تعتبر ليلة المطاعم كلها وبرضه هنا. طيب أنا هرجع لحضرتك، نتعرف بحضرتك. محمود أمين حسن. أهلا بيك. حاجة محمود، أنتوا طريقة احتفالكم بالليل أو بيبقى إزاي من أول اليوم كده، تحتفلوا إزاي بالليلة دي؟ أنا احتفلوا لما زي ما قال لك الحج. يعني نجيب الناس المشايخ مثلا. اللي بتاع الشيخ مصطفى الدوشي. ايوه. وانه بعد كده نوزع الكروز ما هو قال لك الحج مثلا، احنا كلنا يد واحده المطاعم. كلكم مع بعضيكم. بتعملوا تجهيزاتكم واستعداداتكم ودعواتكم. دعواتنا بالكرت، كل ديوان نودوا له كرت. يعني الديوان نودوا له كرت. نوصل مثلا الديوان خد اعمل كرت لديوان فلان، ديوان فلان، ديوان فلان. واللي القريب برضه اللي من هنا ومن هنا مثلا اروحوا له بالعربيه ويدعوه برضه. يدعوه. فهي كلها حته واحده يعني، كمان يد واحده. المطاعم. يعني ايه راجل برضه وعارف المشايخ وعارف العلماء
برضه يعني يوجه يعني يوجهنا مثلا ده كذا وده كذا وده كذا وده يعني برضه كل واحد ايه له دور في يعني تجمعوا ايه نعملوا كذا كذا كذا. واحد استاذ شعبان ده راجل من اهل العلم مفضل عارف المشايخ وعارف اللي ينفع وعارف كل واحد عارف جهه بيتجه ليها وفي اللي جماعته على كهنه يعني كل واحد اتجه على ايه؟ على اختصاصه على اختصاصه ويدعي وتتجمع عشان قرابه القرابه اللي هتجذب عيله واحده او اسره واحده هتجذب القرابه من المحاميد لغايه قبل اصفون المطاعنه دولة. في كمان ناس في المحافظات في المحافظات الثانيه بيجوا قرايبكم برضو ما زي كده واكون اكثر من كده يعني يجوا قرايبنا وجده وجده برضه نجمعوا فيه حكم يا عدلكم معين على دعاة الهزل اجمعين لطيف عارف الدوشي اهلا بحضرتك. وطبعا الاحتفاليه النهارده زي ما احنا شايفين يعني ما شاء الله فيها حضور من كل مكان يعني كلمنا على تفاصيل واكيد طبعا بيبقى ليكم طريقه في الاحتفال يعني الى حد ما احنا شايفين انها بتعتمد بشكل كبير على الطرق وعلى المشايخ وعلى الذكر. اتفضل. احنا طبعا جدنا الكبير هودي نعم ومات بدري نعم زمان فطبعا نفكر بان راح صلح في نجا حمادي احنا عارفين القصه نفسها لكن انتوا هنا طبعا بتحيوا الليالي دي ازاي؟ نحيوا الليالي دي حفله برضه ليه؟ لبن عمنا والاهاليني وقرايبنا وفي ناس برضه من جوع حبايب الشيخ مصطفى دعناهم والشيخ ابو شرقاوي من نجا حمادي والحجاجيه دول برضه حبايب ومشايخ ودعينا الناس كلها لان ايه يعني طريقه الاحتفال الحجاجيه بتختلف عن بقيه الليالي هنا يعني تحتفلوا بطريقه مميزه انتوا يعني في ليالي مثلا بتجيب المديح بيبدا بالقران الكريم والمديح المدائح او المنشدين لكن الاحتفاليه دي تعتبر يعني مميزه او ليها سمه خاصه مختلفه ليها سمه بالناس ابو شرقاوي ناس ابو شرقاوي الحجاجيه فطبعا المجلس ده من زمان من ناس ابو شرقاوي جابوه هنا اسمه المجلس اسم المجلس جايبوا مشايخنا الكبار الشيخ الحبن والشيخ احمد قطيه والشيخ احمد ابو جبل وكانوا برضه يقيموا المجلس الشيخ ربيع يعني يعتبر الاحتفال كله احتفال يعني المنطقه كلها الكيمان كله مش باسره معينه او بيت معين كلكم بتحتفلوا مع بعض احتفلوا مع بعض بالدعاوي بالدعاوي بالكروته نقول لهم تعالوا في حفله كذا كذا و فيها مائدة وكل وفيها نفس المكان ده نفس المكان ده نفس المكان ده نفس المكان
اكيد ان شاء الله كل عام هيبقى فيه برضه مستمرين في الاحتفال. ربنا يدينا طولة العمر. امين يا رب ان شاء الله. أكيد أهمية للترابط والتواصل الاجتماعي بنشوفها من خلال هذه المناسبات. ده الهدف من الأهداف الرئيسية بالنسبة لهذه الليالي. وإحنا النهاردة في الكيمان الأستاذ أو البشمهندس هاني مصطفى، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفتونا ونورتونا في الكيمان. يعني الله يخليك. بتستعدوا لهذه الليلة وبتجهزوا ليها؟ أكيد بيبقى في تنسيق وتنظيم، عمليات تنظيمية. طبعا لأن إحنا حتى أنا يعني عايش في القاهرة أنا وأسرتي، فبنظبط المواعيد بحيث إن تبقى في الأجازات، لأن أنا بجيب العيلة كلها والأسرة والأطفال الصغيرين من القاهرة قبل الميعاد بأسبوع عشان أقعد مع الأسرة، سواء الأسرة الصغيرة أو العيلة الكبيرة، وبنقول الترتيبات يعني إذا كنا مثلا هنطبع دعوات، هنجهز تجهيزات الدبايح، عزومة الناس، كيفية الاحتفال نفسها بتبقى إزاي، وده بيبقى بمشاركة حتى الأطفال الصغيرة. والأطفال الصغيرة طبعا بتشوف إن حاجة دي يعني بالنسبة لها حاجة جديدة وحاجة جميلة، وبتربطهم بالواقع. بالضبط بالجذور. خصوصا الناس اللي عايشين في المدن أو في القاهرة أو في أي مدينة. التجهيزات بتتذبح الذبائح قبلها بيوم أعتقد. مظبوط طبعا، بتجي الفرشة قبلها بيوم وبنقعد بالليل كده والذبائح بتتذبح والأطفال كلهم شايفينها والأسرة كلها والعيلة، وأي حد من أولاد عمومتنا بيحضر الذبائح. والفجر بيجي الطباخ بيجهز حالته، وقبلها بيومين ثلاثة أربعة مثلا بندعي الناس كلهم ونطبع الدعوات ونوزعها على المطاعنا كلها أو بني عمومتنا أو أي حد يشرفنا من أي مكان يعني. وحريصين على أنه تكونوا متواجدين وأنه في استمرارية تكون لهذه المناسبة. بالضبط يعني ليلة الشيخ مصطفى الدوشي أو أي حد من السادة مشايخنا يعني بتبقى في استمرارية في كل سنة في نفس الميعاد يعني أو ميعاد قريب منها، بحيث الناس كلها تشارك الموضوع ده، والشباب بينظم تنظيم رائع في الموضوع ده بصراحة يعني. الواجي الله
الحاج جمال عبد اللطيف، كل عام وانتم بخير. صحة والسلام، الله يبارك فيك. يعني انتم هنا الليله بالنسبه لكم بتمثل اهميه بالنسبه طبعاً. يعني ايه اهميه الليله دي؟ يعني استعدوا لها ازاي؟ استعدوا لها كل سنه ان شاء الله هنعملوها. وهو الشيخ ده راجل برضه يعتبر جد ابويا انا وجد جدي، جد جد انا محمد ابو جوده، هو خاله على طول، اخو امه على طول، الشيخ مصطفى الدوشي. وطبعا هو طبعا احنا هو توفى سنه 1920، احنا ما نفكروش ولا ابوي يفكر زمان، يعني جدنا بس هو محمد ابو جوده اللي كان يعرف الرجل ده. فانتوا حريصين على احياء هذه الليله وكلها تعتبر ليله البلد كلها تعتبر ليله البلد كلها، هو راجل بتاع الناس كلها الشيخ مصطفى الدوش الله يرحمه. طب بتعتبر برضو بتعمل ترابط او بتلم بنشوف اللي جاي من القاهره واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا، كل الناس بتيجي عشان خاطر الليله دي. الناس تجمع اللي في المدارس اللي في الشغل واللي في القاهره واللي هنا واللي هنا يجوا يحضروا الليله دي. جميل. ان شاء الله يعني انتم ناويين على الاستمراريه باذن الله تعالى. ان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، كنا معكم اليوم من قرية كمان المطعنة بإسنا بالأقصر، بنشكركم وإلى اللقاء.